الو، ايوه يا فندم، احنا بينكي كلينك مع حضرتك. النهارده احنا عاملين لحضرتك اوفر انت والمدام، تنظيف بشره وهوليوود سمايل، وكل ده فور فري. معلش سوري. تفضل 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 تفضل. تفضل يا فندم. هاي. كيف جيتوا هلا؟ معقول؟ قصدي فكرت ما بحدا حيجي. لا طبعا مين؟ مش ليه؟ مش عارفين حد. انتوا مختومين؟ لا ما عرفت شو يعني. ليه اكيد؟ ما تنجوزوا؟ لمين؟ ما بعرف انا هيك. لا في اليمين تبقى مختومين. الله يستر من الدنيا اللي قاعد فيها. تفضل تفضل. مساء النور. ازيك؟ ايه الاخبار؟ كويس. تفضل. اللي معاك خطيبتك ولا مراتك؟ لا خطيبتي. تحبها؟ تحب تضايقها؟ يعني بحب استفزها ساعات، بحب اشوفها كده بتطير ساعات. طيب بص، احنا دلوقتي المفروض ان احنا هنلعب لعبه معاها كده تخليها تغير، بس احنا عايزينك انت تكون مستعد انك تلعب معانا. انت مستعد؟ شكله وشي فعلا هيبوظ. هيبوظ. انا عايزك بقى تتوتر على قد ما تقدر، تسبل للبنت على قد ما تقدر، وتحس ان انت عامل جريمه على قد ما تقدر، عشان ده اللي هيساعدنا. يلا بص الاستاذ لو سمحت. الاستاذ اللي هيبوسك يا عريس. ماشي حبيبي. عامل ايه؟ كله تمام. ولا جايب اي حاجه. لا انا كده اقوم امشي بقى واسيبكم مع بعض. كفايه وش او حاجه كده. كفايه كفايه خلاص. حلو كده. علم حلو قوي كده. خلاص خلاص حلو كده قوي. ميرسي يا مندو. اتفضل يا باي. صوتك كتير عالي. شوفي وين ما دخلك اصلا. لك شو لمينا بتعلي ايدك؟ روقي شوي روقي شوي. ايه اطلعي بره. اطلع لبرا. مين انت اللي تطلعيني؟ مين انت اللي تطلعيني؟ ايه خلاص. لا 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 ايدي بس. مدي ايدك بشكلك مثل الشباب. روقي شوي. جو شو خاتم ابو علي؟ ايه يا حبيبتي. ايه لا هما بيهزروا صح؟ هاتي ده هي بس الدكتور كده. الدكتور بتعمل ايه؟ بتحط الوجه على خده؟ لا مفيش حاجة زي زي النور. معلش اخرت عليك. اتفضلي اتفضلي. عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ اسمك ايه؟ نغم. نغم؟ مش مصرية؟ لا. أمال؟ ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ بس عايزة بمصر بقى بحكي مصري. والله؟ طب بس انتي اللغة بتاعتك حلوة قوي حتى من غير ما تحكي مصري يا نغم. عندك كام سنة؟ أنا 19. ياه انتي صغيرة قوي. بس انتي وشك مفهوش أي حاجة، انتي جاية تعملي ايه في وشك؟ مفهوش أي حاجة. وشك مفهوش حاجة. تعالي نبص كده، بص على وشك. هو أنا أولاً ببدأ بالبلازما. ماشي؟ بعد كده اتفضلي ارتاحي. ارتاحي.
بصي احنا بنبدأ الأول بالبلازما، وبعد كده بنعمل عناية بالبشرة. ارتاحي بقى كده، فري نفسك كده وارتاحي خالص. ما تركتي وراكي اهو. يلا يا ريت رنا. ايوان يا دكتور، لو سمحتي عايزة كريم من هنا. حاضر. انا عندي برد فاهمة، خليني مش حاسة اني. وبعدين النهاردة اشتغلنا كتير قوي، والنهارده اصلا الجو برد، يعني بيقولوا في مطر. اتفضلي. ما هو انا عايزه البخور. كنت كبير ولا صغير دكتور؟ ايه كبير ولا صغير؟ لا ارتاحي بقى، غمضي كده وارتاحي عشان اعرف اشتغل. اوكي. هو فين ال الفرشة اللي احنا بنستخدمها اللي هي بتاعت المساج؟ حاضر. في كده ظهر منهم حاجة كده، مش عارفة كده، على المونيتور واتسجلت على اتنين من خانة البنت اللي هي شعرها اصفر ديت وشاب تاني. يعني في الكاميرا؟ الكاميرا مسجلة عندك؟ طيب انا جاية حالا. خلاص يلا اتفضلي، انا جاية اروح اشوف. اتفضلي. في مشكلة؟ لا ابدا، هو بيقول لي في حاجة على الكاميرات ظاهرة انه في حاجة مش طبيعية. ارتاحي. تمام. اوكي. احنا عندنا هنا كاميرات يعني البرايفسي والسكيورتي. رنا خليكي هنا معاها لو سمحتي دقيقتين قبل ما يجي. خليها بس ريلاكس، خليها تغمض عينيها. يا استاذنا مشغول انت؟ لا اتركي. حضرتك المكان ده ما ينفعش تتعمل فيه الكلام ده. شو انا سبونسر ده المكان. شكرا. مش بتعرفوا خلاص تمام، لان مش عارفه ايه جبتينا فيها. انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده اساسا. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده اساسا. هو ده فعلا خطيبي؟ خطيبي. طيب لا انا مش محتاجه، انا خلاص سيطري على الموقف بره مع باشمهندس عقبال ما اخرج. اتفضلي. شو بدك هلا؟ اتفضلي. انا عايزه افهم يعني. اتفضلي يا رنا. انا عايزه افهم يعني شو عملتي لابوشه؟ انت ازاي؟ مفيش حاجه. ايه اللي مفيش حاجه؟ شوهتيها؟ في خلاص؟ لا لسه ما خلصتش. خلاص؟ لا لسه ما خلصتش. ليه شوهتيها للبنت؟ ما خلصتيش ايه؟ طب ارتاحي. ما خلصتيش خربان بوشي؟ لسه ما عملتلكيش حاجة والله. ما عملتيش ايه؟ انا بس لسه بحطلك الكريم، لسه ما عملتلكيش كريم. ايه انت عايزة تحطي ايه تاني؟ دكتور مش عم بهدل اساسا. بتتكلمي كده ليه اصلا؟ لا تعالي. انت ايه اللي انت عملتيه بوشي ده؟ امسكي شعري. امسك شعرك. ايه ده؟ بوظتيلي وشي. خلاص خليه بايظ بقى، روحي بيه بايظ يعني. انا هروحك بايظة. يا سلام. قولي يا سلام. ايه يعني؟ انت يا استاذ اللي جايب خطيبتك وقاعد تبوس في الهنيسه. يا دكتور يعني ايه؟ مش دعوه يعني. ايه مش دعوه يا مالكيش دعوه صاحبتك يعني؟ انت موافقه؟ مالكيش دعوه. انت موافقه يعني؟ ما دخلك. وبعدين يا دكتور اصلا ما حصلش الكلام ده على فكره. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ شفتونا؟ اجيب لك الكاميرات. شوف هاتيلي الكاميرات. طبعا ماشي. اوكي اتفضلي. انا ما حصلش كلام. لا مش هي وش الكاميرات. خلاص ان شاء الله عندك مواصل. تشوف لها حل في الموضوع ده. مش هعمل لها حاجه لما تتكلم عادي الاول. اتكلم عادي ليه يا ماما؟ انت مش عارفه تعملي ايه؟ لا انا عملت. انت دكتوره حماره. ايوه انت فاشله. ايوه فاشله. ايوه انت بقى اللي هتيجي تعلميني. بيروت ايه اللي انت كنت فاتحه فيها؟ انت بوظتي بلد بيروت. انت اللي هتيجي تعلميني بقى الفاشله. انا هاجي اعلمك يا حبيبتي. انت صغيره قوي على الكلام ده. لسه انت زي ما هي. اوعي اوعي حبيبتي. ربنا يخليك ان شاء الله. انا شفتك كده صراحه. اقفلي لو سمحتي يا رنا. يلا حبيبتي. اوعي ايدك بقى. انت بتروحي المدرسه؟ اقول لك بروح فين؟ لا ما تقوليليش. اه ابعدي بقى. ابعدي انت. طيب يلا لا بس انت يا استاذ عشان ما ينفعش بسي اصلا. لا انا بس انا عايزاه اقول لك ايه. بس مش بتتكلمي ولا ايه؟ انت بتتكلمي قد كده يا حبيبتي. قد كده ايه بس؟ لا تعدي وانت بتتكلمي. في عدل وتكلمي مع امك. لا انت اللي تقعدي عادي يا حبيبتي. خلاص طب انت هتشوفي لها حل. طيب في الموضوع لا مش هشوف لها حاجه. مش انا انام شفاكي. انت عايزه ايه؟ خدي ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تمديش ايه؟ اوعي انت اتجننتي ولا ايه؟ انت اللي اتجننتي. انت عايزه ايه مني؟ دلوقتي حبيبتي لو انت ما اهديتيش وشك ده هيبوظ خالص. هيتشلطط.
تبقي بني ادمه ثانيه، هتبقي زيه بس هتبقي راجل كده. عشان فاتوري كده. والله؟ اه عشان تبقي راجل يا حبيبتي. طب وريني قاعده بتخلي كده بقى. عشان تبقي راجل. يا ريت شرفتيني شرفتيني كده. اه شرفتك. عشان فاتك. عشان فاتك. اه شرفتيني اه لو تقدري شرفتيني. عشان انتي واحده ما بتظهرش على جنبي. يلا شرفتيني والنبي عشان محتاجه الشرفات بقى. انتي ما حدش شرفتني. انت رايح فين؟ اتفضلي خليكي انت بقى بوشك ده خليه يخرب بقى وهو عمال. انت رايح فين؟ انت عايزاني بره هنشوف حل للموضوع. شفتي مش بقول لك جايب مع واحد صاحبه. انت مالك اصلا؟ اتفضل. ليش كده؟ شو لا ده حاجه. هو ده اللي هتشوف حد تتكلم معاه وهي اللي كانت واقفه اساسا جايب معاك واحد صاحبه عليه حق بص هي في العياده ما هو ده صاحبه اصل ده صاحبه فعادي براحتك بقى عيشي حياتك طب بس ظبطي لو مش خطيبة ايه وكده بس شوفي بقى شوفي بقك حبيبتي نظفيه من القرف اللي كنتي بتعمليه ايه ده سبحان الله لسه واخده بالك انت ليه شايفك ملحقه عليا انا لو سمحتي اقفلي يا رنا العياده ليه يا دي همك اقفلي العياده عشان عيادتك ما تبصش صح؟ ما تبصش طبعا امال انت يعني همني انت انا ما لا انت الناس اللي بره دي كلها لازم تعرفي انت دكتوره مش دكتوره اقفلي يا رنا لو سمحتي اقفلي دي مش دكتوره لا انت ليه ملحقه عليا سمعت العياده يا جماعه ليك حق ما قلت لك ما صدقتيني قلت لك هيك بصراحه والله انت زعلانه مني ليكي حق والله يعني ليه بتضربيني شوفي انا قلت لك هيك قلت لك شكلها مثل السبع اه يا امي انا عم بحكي معاها انت شو بدك تقولي يا حبيبتي مش مرفضالك وشك انت جمال حبيبتي لا شوفي بالعكس لا دي احلى منك 100 مره يا حبيبتي مالك بتقارني نفسك بمين اصلا ما بعرف يادي بقى دخلك يادي بس ايه 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 يا عمي شو بدك تعملي بس بقى انت بتعملي ده انت بتعملي اتفضل انت بتحكي بقى ده بس اه بتحكي ايوه بس بتحكي بجد ايوه لا برافو دكتوره جميله بجد برافو سقفي معايا برافو عشان ما تزعلش انت متضايقه عن جد انت اللي متضايقه انت مش شايفه كده شو بقى معصب ملحقه انت معصبه كده ليه؟ لسه ما ببوظتلكيش وشك قوي لسه هبوظلك اكتر هلا عليكي وشك مصدر وشي هلا ساعة بيروق على فكرة يعني انت ليش هالقد معصبة؟ هيدا منه الشيء ده كريم انا عملته 100 مرة بيعمل احمر ايه بعدين ما دخلك اصلا طب بس انا خايفة عليكي بس يعني ما بيصير مالكيش دعوة مالكيش دعوة يعني مش اصلا اه ايه ده في ايه؟ انت ايه ده جنيتي ولا ايه؟ مالك يا حبيبتي مش كده؟ يلا شوف لها حل في وشها شوفي لي حل في وشي يا دكتور دكتوره انا مش دكتوره دكتور. انا مش دكتوره انا مش دكتوره عايزه اقول لك لا لا ايوه انت مش دكتوره فعلا غريبه جدا على فكره يا دموازيل يا دموازيل روقي انت ايه اللي دخلك هنا اصلا يي هلا انت بتقولي لي وين بتدخل لا لا روقي شوي برا امي انت يلا يلا برا لك مين انت لا لا خليكي خليكي انا عايزك تطلعي برا والله ما تخرجي والله ما تخرجي خارجه يا شيخه برا والله ما انتي خارجه مش كان بدافع عنك والله لا تقعدي والله لا اوريها الفيديو اقعدي اقعدي اوريها اوريها يلا انت جميله والله ليها حق الصراحه الصراحه الراجل يعني جن لما شاف قلت لك اصلا ما هي انا مالي انا صاحبه العياده هنا انا اللي قرر لا انت ما اسمك صاحبه العياده اسمك صاحبه لا لا عيب عيب يعني عيب حبيبتي ايه بس انت ما تكلمش النهارده معايا خالص خلاص تركيه انا محلك بيت بقول لك ايه تعالي حبيبتي تعالي محلك بيت والله اهل البلاد دي بقى احلى تاخديه على اجازتي كده وتبدا يلا انا بره باخده على جنب يعني مثلا قوم لاخدك على جنب يا عمي ليش ايش يا عمي انا بره شو انت بتعملي انا عايزه بيتك شيء بتضربيها ولا ايه اه لا انت هايصه هنا لا لا عايزه يا مش حد هنا انا هايصه تعالي تعالي ابعدي عني سيبيها شو بدك فيي يا جماعه بعد حبيبتي طب ايه ده ايه ده مش خلاص شو بتسويه؟ حط لي ايدك شيل ايدك شيل ايدك راجب شيل ايدك حوش صعبك عني والله جميله وهي بتغني راجب جميله صاحبك جدا والله انت مش دكتوره ولا اي حاجه اصلا شات 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 لا ما تش تضربيني انا كمان بدك تروقي بدك تروقي تعالي تعالي خليها تحكي فيها علينا احنا فيها علينا لا 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 مش هيك مش هيك
مش يا بنتي شو في؟ آه لا عم تأذي عم تقرصي الراسه. ممكن نشوف حل طبل الموضوع ده يا ما انت شو خاطب ابو علي؟ حسن يا ابو علي يا خفيف سيبك من اي حي يا بنتي يا دكتور يا شوفي لي حلت وشي. لا انا شو شو شي مش ده شوفي يا وشي تعي انا بحكي تعي 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 اي كريم طب يا دكتور طب اي حاجه طب تعالي 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 شوفي وشك الاول تعالي والله والله شوفي شوفي وشك الاول والله امسكي امسكي اشتغلي انا اشتغلي لها فوشها ما بتعرفي اشتغلي هي فوشها انت محتاجه هيدي شو بدها جديد انا اشمعنى انا اول ما شاء الله لا والله من كتر اللي انت عملتيه بقى عملت حاجه كتير اه زيك بالظبط زي ما عملت يا حبيبتي بدك ظبط لك وشي بتاعك خلاص لا انت مش طبيعية مش طبيعية ولا كلمة اصلا مش طبيعية ولا كلمة مش طبيعية حطيلك كريم وحطيلك كريم مش طبيعية والله حطيلك مالك فيكي ايه بس لا 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 تو ماتش كسرت الكلينيك كسرتي الكلينيك ليه 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 رحتي هناك تانية ما ترميها طب تعالي عداوة اقعدي حطيلك بس قولي لك كريم بتاعي اسكتي بصي كريمك ايه بس لا ده قرف تسكتي قرف خربان اكشوفي صلاحيته ماله خربان بجد اه عندك كده وشك باظ عندك بروبلمات بالبشره او ليك 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 شو عندك عندك اي انت روح روح انت بتزعد هون على فكره وشها بايظه دكتور بايظه عشان انت ما عملها تعالى زبطي بس اقعد هونيك احمد اعملها في وشها طب يا ريت انا هقعد بعد اذنك عرفت اسمك من ايه اكيد سمعتني وقت ده عرفت اسمه من وين؟ اعطاني رقمه واسمه انا قلت لك ما بكذب يعني شو شوفي شوفي شو بدك؟ شو بدك؟ يلا لبرا شو خصك؟ ليه عم تحكي لبناني هي لبنانية شي؟ لو معها بس لبناني تبعك ما كسر برا مين انت؟ برا انت اخذتي رقمه؟ اخذتي رقمه؟ يس بدي اقول اوه ماي جاد قومنا نحكي شوي كيف قوي والله مخيفة مش معقولة تكون بنوتة مش بنوتة مستحيل تكون بنوتة بجد انتي اللي بنوتة مستحيل تكون بنوتة انتي بنوتة صحيح بنوتة ها يا بنوتة خلاص 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 حقك علي انتي بنوتة خلاص كفاية ضرب اشتمين انا مش بنوتة طب بقول لك ايه انتي ايه بقى يا حلوة قولي لي يا قمر حلي عني هحل عني بس اقول لك على حاجه بس انتي اساسا ما ينفعش تيجي تسيبي حاجه انتي عايزه حاجه اكتر من الشيء ده انتي هتبوسيني غصب عنك على فكره وهترضيني عشان احنا بنعمليكي مقلب اهو انا منظر معاكي انتوا بتهزروا ده كله كده بتهزروا وشك زي القمر وده كريم بيروح على طول مفيش اي حاجه خربطولي وشي لا مفيش حاجه انت قمر قول لي ده هيروح ده ميك روح ايه هو متفق معانا على متن قولي انا موافقه على عرض الحلقه على عرض الحلقه ورمضان كريم ورمضان كريم